بقول لك يا رحمة، ما تيجي تعيشي معايا؟ للأسف مش هينفع. ليه؟ عشان أنا دوري هنا خلص. فاكر أول مرة اتقابلنا لما قلت لك العلم والنجاح بيبرروا أي حاجة؟ أنت مين وعايزة مني إيه؟ أنا مش جاية أهددك بالفايل ده، بس أعتقد البيانات اللي فيها تخليكي توافقي على العرض بتاعي. أنا هديكي فرصة أنت والتيم اللي تختاريه إنك تكوني شريكة في الأبليكيشن الجديد، ده غير إن أنا هخليكي مسؤولة عن السوشيال ميديا بتاعت السنتر. قلتي إيه؟ وإيه المقابل؟ بيقولوا إنك بتعرفي تمثلي كويس. العقد والفايل. باي داوود. متحرمنيش منها تاني، متحرمنيش منها تاني، أنا خلاص فهمت. مش كفايه انك تفهم، المهم ان انت تحس باللي انت خليت الناس يحسوا بيه وتحب اوجعك اكتر. وبنفس المنطق بتاعك، انت عمرك ما حبيت ملك، انت حبيت شويه تفاصيل فيها، واول ما لقيتها في حد تاني حسيت بمشاعر ناحيته. اديك اهو ما طلعتش في ليفل اعلى من البشر، طلعت في نفس الحته، بس للاسف انت ما كنتش تعرف. انا قريت القصه دي كتير. عالم بيعمل مستحيل عشان يدي حياه لكائن، بينتهي بيه الحياه ان هو بيصنع مسخ وبيقتله. تصدق انت كنت الحاجه الوحيده اللي مسخ في الحكايه دي، انت اللي كان عندك صوره مشوهه عن الحب، عن الحياه، عن الانسان. لأن الإنسان هيفضل دايماً يختار إنه يكون بيختار، هيفضل الحب هو اللغز الوحيد اللي محدش فينا عارف هو بيحصل له إزاي. هتفضل الحياة كل يوم بتختبرنا في علاقاتنا ببعض. فللأسف الأبليكيشن بتاعك ده ملوش أي قيمة إلا لو البشر قرروا ما يبقوش بني آدمين. رجعها لي تاني، رجعها لي تاني. ملك، رجعها لي تاني، رجعها لي تاني. رجعها لي تاني.